طاقتك العامة، أنت في طاقة غموض وأسرار. أنت في هذه الفترة ربما تخفي على الشريك أو على الشخص الذي معك أو على زوجك زوجتك أشياء معينة، أو ربما أنت تشعر بالخداع والغموض من قبل هذا الشخص أيضا. إذا أنت في طاقة غموض وأسرار، أنت تشعر بهذا، أو ربما أنت في هذا الوضع منذ فترة وأنت تخفي على الشريك أسرارك ولا تكون واضح، أو أنت في طاقة حسد أو سحر أو تباعد. أنت ترى الشريك بأنه مثلك. ربما أنت ترى بأن هذا الشريك يخفي عليك أسرار مثل ما تخفي عليه أسرار، أو ربما أنت تشعر بتواصل روحي عالي مع هذا الشخص وتراه هو التوأم الروحي لك، وتراه هو الشخص المناسب الذي يكمل لك حياتك، ولكنك ربما تخفي عن هذا الشخص هذه الحقيقة. ربما أنت غامض ومتباعد عن هذا الشخص وتخفي عنه حقيقة مشاعرك معه. ربما أنتما لم تتصارحا حتى الآن في الحب، ربما هذه علاقة جديدة وأنت معجب بالشخص بشكل كبير وتكون له مشاعر جدا صادقة، ولكنك تخفي عنه هذا، عن هذا الحبيب هذا الشيء. أو ربما أنتما في زواج وحصل بينكما تباعد وأنت تشعر بالتعلق الشديد مع هذا الشخص وبأنه هو المكمل لروحك وبأنك لا تقدر على أن تعيش بدونه، وأنت الآن في حالة تباعد معه. إذن هناك أكثر من طاقة، خذوا ما يناسبكم أصدقائي، كل واحد يأخذ القصة التي تتناسب مع حياته. الشريك أو الحبيب هو في وضع نفسي صعب جدا، هو حزين جدا ومتباعد، هو لا يشعر بالفرح في هذه الفترة ولا يشعر بالسعادة ولا يشعر بقيمة الأشياء الموجودة في حياته. هو ربما يعيش في حياة جيدة ولكن لا ينظر إلى هذه الأشياء الجيدة، لا ينظر إلا إلى الأشياء التي ضاعت منه في حياته. ربما هو حزين عليك وعلى تباعدك معه، أو ربما هو يعيش في حالة ألم من علاقة سابقة إذا كنتما في علاقة جديدة. ربما تشعر بأنه، ربما تكون أنت غامض مع هذا الشخص وتشعر بأنك تحبه جدا، وتشعر بأن هذا الشخص هو حزين ولا يتقبل أي عروض في هذه الفترة لأنه مر في مشاكل صعبة جدا في حياته. الحبيب هذا الشخص هو يحبك جدا أيضا، هو يفيض بالحب لك ولكل الناس، هو قلبه جدا طيب وصادق بمشاعره، ولكنه ربما هو أيضا متباعد عنك. ربما كما قلت يحاول أن يقف جلسة مع النفس، يحاسب لكي يستطيع أن يأخذ القرار المناسب، لأنه قد تعرض للحزن وخيبة الأمل من أحد ما. نعم، إنه خائف من علاقات سابقة، ربما كان في علاقة سابقة وكان حصل شجار وخناق وخلافات كثيرة، وهو الآن في وضع اختيار بينك وبين هذا، ولم ينسى آثار التعب الماضي عليه. هو جدا خائف من الاختيار، أو إنه متباعد عنك في هذه الفترة بسبب أنك أيضا أنت متباعد في هذه الفترة، ولكن يوجد بينكما تواصل روحي عالي جدا. إذا هناك أكثر من طاقة، ربما تكون علاقة كراش، ربما تكون علاقة زواج أو ارتباط منذ فترة طويلة وقد حصلت بينكما بعض الخلافات وبعض المشاكل، التي ربما تكون مشاكل هي مشاكل بالعائلة أو مشاكل عن طريق مشاكل اجتماعية، مشاكل نفسية.
حصلت بينكما مشاكل، لكن هذا الشخص جدا يحبك وهو متمسك بك ويحن إليك جدا، وأنت أيضا تخفي عنه بأنه هو المكمل لحياتك وبأنك تحبه مثل ما يحبك. أنتما الاثنان تخفيان عن بعضكما حقيقة مشاعركما، أنت متعلق به وهو متعلق بك هذا الشخص. طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة الاستقرار المادي، أنت تشعر باستقرار مادي، ولكن في قلبك حزن كبير على هذا الشخص. أنت كما ظهر لنا في الطاقة العامة، أنت تخفي عن هذا الشخص، أنت غامض في هذه الفترة وتخفي عنه حقيقة مشاعرك. أنت جدا تحب هذا الشخص ولكنك لا تريد أن تظهر. ربما أنت أخطأت في حقه، أو حصلت بينكما خلافات، مشاكل عائلية أو مشاكل معينة في بينكم، وأنت تخفي عنه بأنك حزين على غيابه وفراقه، واحتمال بأنكما في زواج أنت وهذا الشخص، لأنه يظهر لنا في طاقته العامة في طاقة الزوجة والأم، واحتمال بأنكما متزوجين، أو احتمال بأن هذا الشخص في زواج آخر وأنت ما زلت تكن له الحب الكبير. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت تشعر وكأنه يطالبك بالعدل أو أنت تطالبه بالعدل، تشعر بأنك قد وضعته في اختيار بين شخصين. ربما ظهرت لنا في الطاقة العامة بأنك ربما أنت في علاقة ثلاثية مع أحد آخر، ربما دخلت عليه أحد آخر، شخص آخر، وأنت عرضت عليه الاختيار بين إما أن تبقى معه أو ترحل عنه، اختيار بين اختيار صعب، وضعته في اختيار صعب، أو هو وضعك في اختيار صعب، إما أنا أو الشخص الآخر، وأنت الآن تريد تشعر بأنك تطلب العدل من هذا الشخص أو هذا الشخص يطلب العدل منك. ربما تكونان كما قلت في علاقة زواج، وهذا الشخص يطلب منك العدل والإنصاف، لأن هناك حياة أسرية بينكما ربما، وأطفال أيضا، أو ربما أنت هذه المشاكل بينكما كانت مشاكل مادية، لأنه احتمال بأن يكون شيئا من البخل أو شيئا من التسلط، أحدكما يشعر بأن الشخص الآخر متسلط قليلا ولا يعطيه حقه ولا ينصفه بالحق، وهو يطلب الآن منك أن تعدل وتعطيه حقه، وهذا ما تشعر به في هذه الفترة، هو يطلب منك العدل والإنصاف، أو أنت تريد منه العدل والإنصاف. مشاعر الحبيب لك، الحبيب يحبك جدا وهو يريد أن يكون معك في استقرار مادي وطويل الأمد، هو يشعر معك بالاستقرار، وهو يريد أن يقدم لك عرض دائم وثابت وطويل الأمد، ولكن ببطء قليلا، هو لا يملك ربما الإمكانيات المناسبة في هذه الفترة، وهو يشعر وهو يراك بأنك صاحب قرارات وحكيم ومتزن، وأنت محقق نجاحات كبيرة في حياتك، واحتمال بأنكما من بلاد مختلفة، أو يوجد بينكما اختلافات دينية مذهبية أو جنسية، أنت من جنسية وهو من جنسية أخرى، وهناك اختلافات بينكما، وأنت تطلب منه وهو يطلب منك، عفوا، هو يطلب منك الاستقرار، علاقة مستقرة وثابتة، ويراك إنسان جدا هو معجب بك بشكل كبير، ويراك إنسان ناجح، ويطلب منك الاستقرار، معك الاستقرار. نوايا هذا الشخص كما قلت، نواياه هو يريد معك علاقة جدية،
وواضحة. هو هذا الشخص لا يتزل، ويراك مثل الشمس الساطعة، يرى فيك الأمل والنور، ويرى معك البداية الجديدة، يرى معك الأطفال، ربما كما قلت أنتما متزوجين وفي علاقة، وربما يريد أن يبدأ معك بداية جديدة مع أطفاله. وإذا ما كنتما لم تكونا متزوجين، يريد أن يكون في علاقة جدية معك ودائمة، ويريد أن يكون معك في زواج. هذه نواياه جدا جميلة، يريد معك بداية جديدة. خطوته هي الأمنية، الأمنية العاشرة التي لم تتحقق في حياته. هذه الكؤوس هي 9 كؤوس، وهذا الشخص يعيش في استقرار مادي واستقرار عائلي، ولكنه غير مرتاح. أنقصه الأمنية العاشرة لكي تتحقق أمانيه كلها. وهو خطوته القادمة أنت. خطوته هي أن تكون معه لكي تتحقق أمنيته العاشرة وكل أمانيه، ويكون في سعادة كاملة. هو يراك الأمنية التي لم تتحقق بعد، وهو يريد أن يكون معك. مصير هذه العلاقة في الفترة القادمة، بإذن الله سيحصل في هذه الفترة شفاء لهذه العلاقة. إذا كان بينكما خصام، إذا كنتما في علاقة زواج وكان بينكما اختلافات بسبب طرف آخر، وكان بينكما أخذ ضرورة لأخذ اختيار بين شخصين، فإن هذه العلاقة سيتم حسمها، وستحصل على نتيجة معينة وترضي الطرفين، وسيحصل استشفاء بهذه العلاقة، وتعود المياه إلى مجاريها، إلى ما كانت عليه، وسيحصل الصلح إن شاء الله في هذه العلاقة. وإذا كنتما في علاقة جديدة ولم تتصارحا في الحب، فهو سيقدم لك عرض بالحب، سيخرج من غموضه ومن أسراره التي كان يخفيها عنك. وهذا الحبيب لا يوجد عنده أسرار، ربما كنت غامضا وأنت تراه غامض، وربما كنت تشعر بأنه يخفي عنك أيضا، هو غامض يخفي عنك أسرار هو أيضا، لكن هذا الحبيب ليس كذلك. هي احتمال بأن يكون عنده مشاكل منذ فترة طويلة، في مشاكل حصلت معه في السابق، أو مشاكل في عائلته مع أحد الأشخاص، لأنه هنا يظهر